السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عمرو أبو جبل وحلقة جديدة من برنامجكم الدين بيقول إيه؟ وسؤالنا النهاردة بيقول ما هي الأشهر الحرم ولماذا سميت بهذا الاسم؟ يلا نشوف الناس واللي يكسب هنديله جايزة. أربعة المحرم ورجب ذو القعدة وذو الحجة. ليه سميت بالأشهر الحرم؟ حرم فيها القتال. جواب نهائي. لازم تقولي جواب نهائي عشان أحدد. وحرم فيها الكبائر، يعني الكبائر اللي أنا متذكره الكبائر، وطبعا القتال منها. حرم فيها الكبائر أكيد. هو جواب نهائي أكيد يعني. أكيد. إجابة حضرتك صحيحة، ألف ألف مبروك، حضرتك كسبت معانا جايزة مقدمة من قناة إي تي سي. ربنا يكرمك، شكرا. ألف مبروك. مساك طيب، الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. أول مرة تكسب؟ أنا أول مرة أشترك في برنامج. أصلاً؟ أه. أبو وشي حلو عليك بقى. ربنا شكرا، ربنا يبارك في حضرتك، شكرا جزيلا. وسام طيب. وأنت طيب. هما ثلاث شهور. رمضان وذو القعدة وذو الحجة. رمضان وذو القعدة وذو الحجة. أيوه. ركز شوية. ذو القعدة وذو الحجة صح. ايوه. وشهر رمضان. شهر رمضان. اكيد. ان شاء الله. 12. ده جواب نهائي. جواب نهائي. حاجة و30. حاجة و30. بس مش متأكد من العدد بالظبط. محمد. لا مش عارف. أربعة. تعرف تقولهم لي؟ رجب. وده المنفصل. وشهر محرم وذو القعدة وذو الحج. محرم زي أربع شهور. أربع شهور. ليه سميوا بالأشهر الحر؟ تم تسميتهم بالأشهر الحر. ده موجود في منذ قديم الأزل قبل الإسلام، يعني كان العرب يعظموا الأشهر ديت لعظم أجرهم، والقرآن وسيدنا محمد نزل ثبت تحريمهم. يعني ليه سميوا بالأشهر الحر؟ كان الأشهر دوت على ما أعتقد إن هو كان شق ديني وشق اقتصادي. الشق الديني إن هو كان ربنا منع القتال في موسم الحج وموسم العمرة. موسم العمرة اللي هو رجب، وموسم الحج اللي هو شهر ذو القعدة وما قبله وما بعده. والشهر الاقتصادي اللي هو كان فيه رحلة الصيف والشتاء ما بين اليمن وما بين الشام في التجارة. بالتالي عشان حرم فيه القتال؟ اه، لذلك حرم فيه القتال. تمام. اجابتك كده متاكد بنسبه كام في المية انها صح؟ انا جايز اخد بالي. ان شاء الله يعني 100% ان شاء الله. 100%؟ 100%. ده ثقة يعني، عندك المعلومة واثق فيها كمان. بأمر الله ان شاء الله. يعني فعلا ثقة حضرتك في محلها، والف الف مبروك، حضرتك كسبت مننا جايزة مقدمة من قناة اي تي سي. أهلا وسهلا بـ اي تي سي، والبرامج كلها بحبها، وخاصة البرنامج الرياضي محمد شبان ده بعزه يعني. تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، وبالتالي الأشهر الحرم عددها أربعة، وهم رجب وذو القعدة وذو الحجة وشهر محرم، وسميت هكذا لأنه حرم فيها القتال وعظم ارتكاب الأخطاء في هذه الأشهر أو ارتكاب المعاصي. وبكده تكون حلقتنا خلصت من برنامجكم الدين بيقول إيه، وفي الختام نقول لكم سلام عليكم.